راجع. وش الشيء اللي يسعدك يا راجع؟ اوه شوفتك طال عمرك. عادي خالصين منه عشان تضبطني. انا عشان تضبطني واضبطك. ها والله يطول عمرك يا راجع. ويسعدك. اللي يسعدني صدق صدق. نعم طبعا مساله شيء رضا الله في رضا والده. اي والله نعم. واللي يسعدني صدق ما يسعدني الا يمكن ما يخليني بعد ما يجي النوم يوم تشوف الناس تحبك. نعم يوم تكسب الناس هذا ترى شيء لا يقدر بثمن. يا سلام. لان الفلوس ممكن تجيب فلوس بس تروح. نعم وهي تجي وتروح لكن يوم محبه الناس ما تجي وتروح. محبه نعم. الناس ان جت زي العزه وما جت صعب انك تحصل عليها. نعم عرفت مني؟ وشوف اسمعني انا اقول لك من المحبه بعض الاحيان تجي وبعض الاحيان تروح. يا تروح تصرفاتك ما يبقى كيف. يا احسنت تروح تصرفاتك. اقصد انها عنصر قد يذهب يوم من الايام لكن وش بيبقى؟ راس المال وش؟ راس المال طال عمرك عملك الصالح. راس المال والله سجده لرب العالمين. طيب اكيد شوف الله ابو اسيد نعم المحبه قد ما تجي الا نعم. ان الله يحبك صح ولا لا؟ والله يعني ما ادري وش اقول لك يا هو شوف اسمع الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث اللهم صل وسلم ان الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي حديث كامل في جبريل عليه السلام اني احب فلانا فاحبه. طيب هذا اللي يقولك يا اسمعني وانا اقول فيحب جبريل ثم يلقى ثم تحبه الملائكه ثم يلقى له القبول في الارض يكون له قبول. لكن انا اقصد ان حب الناس وكره الناس شيء قد ينفصل يوم من الايام لكن ما يبقى الا شيء. لكن ممكن يحبونك الناس لدينك اكيد لكن قد يحبونك الناس بعد. وانا اخوك مثلا لاعب كره قدم محترف فنان تسجل اهداف صح يعشقونه عشق صح ولا لا يا زياد؟ صادق خلال معرفتك في الجانب الوسط الرياض قد يحبونك الناس لانه مثلا هذا مشهور محترف ممثل مثلا صادق ممثل كوميديان اذا شافوه الناس بالشارع لاحقوه وصوروا معه لكن اللي يحب لله وبالله هذا ابو اسيد هذا اذا انتهى من الكوره ولا انتهى من نجوميته ولا راح محبته هذا اللي يتكلم عنه هذا اسمه حب مؤقت يعني عشان نوصل اكيد طيب انت هذه الاشياء تسعدك رضا الله رضا الوالدين رضا الله ثم محبة الوالدين. الناس وتقديرهم ودعواتهم اي وثم الأخيرة إيه. ان شاء الله تبتجي بعدين ان شاء الله والله طيب ما في تصريح هنا الا في تصريح صراحة علمتك فيها اني بسوي شيء إيه؟ شيء ان شاء الله بقدمه للوالد والوالدة ان شاء الله يستاهلون الوالد والوالدة وجعلهم في الجنة يا الله قل امين ويرزق برهم انت والشباب اجمعين محمد وهيبي ما هو الشيء اللي تحبه يا محمد وش تحب انت؟ وش الاشياء اللي تحبها في الدنيا والحياة بشكل عام اول شيء احب اشوف البسمه والسعاده في يعني في وجوه ابي وامي في وجه ابي وامي احب يعني يكونوا سعيدين وكذا لما يعني يكون مبسطين حلو هذا يسوى عند الدنيا وكلها يعني وكل شيء فيها يا سلام يعني في اشياء كثيره يعني حلو. جيني تسعدني لكن الحين ما اتذكرها بس هذه ابرز الاشياء هذه ابرزها يا الجواز صح؟ ها؟ الجواز حق السفر هذا شوف يصدق هذا شوف يصدق اسال ثاني يوم طال عمرك وهو في السلطه انا نازل اسال وش سالفه الجواز يا محمد؟ لا ما في ما عادي يا اخوي صرح قيل التفت كنت سلم علينا كنت مضيع الجواب ولماذا انت تتجاهلنا غير الموضوع ولماذا كنت مضيع الجواز ايوه فيعني ايوه بحثت عنه هنا انا اعلمه بس هنا في لا في عمان انا جاي هنا ببطاقه نعم ايوه في عمان فبحثت عنه يعني تقريبا اكثر من شهرين ثلاثة شهور عاد مصيبه ضياع الجواز مصيبه في النهايه طلع عند عمي عليك بالسالفه الصدقيه السالفه الصدقيه محمد خلي الرجال يقول سالفه لا ما فيها بلاوي اجل ما دام فيها بلاوي ما نبغاها وبعدين سالفه منشد الشارقه ايه يوم انك رحت مع الستيج والفندق انت واصحابك اللي معك قابلوك مدري منهم قابلوك اخوياك ايه شباب شباب ايه طبعا كمان معهم عبد الرحمن سياره مسيم حلو بخير قابلوكم شباب ها اسلم وش صار طيب؟ ها؟ وش صار على الشباب؟ والله اهم شيء الشباب وش صار عليهم؟ والله ما يعني هناك التقينا ودربنا مع بعض وكذا هذا الكلام خلينا نروح لسلمان سؤال سلمان والله انكم
ولا انتم ماسكين على الرجال انتم والله ماسكين عليهم. لا خلك خلك تخر اسرارك يا يقول لكم صالح الشرع علي طيب محمد هذه الاشياء تحبها بس ها هذا غريب ممتاز. طيب في اشياء لك ما ذكرها ذكرتها ان شاء الله سلمان. والله شوف يا قلبي الاشياء اللي تسعدني كثيره والله ايوه لكن اهمها رضا الوالده وابتسامه الوالده. اي والله حلو اهمها ابتسامه الوالده هذه تسوى الدنيا تسوى الدنيا وما بقى عندي انا. يا سلام. الشيء الثاني يعني يمكن محبة الناس والناس اللي تدعي لسلمان بقلب صادق. يا سلام. يعني اقسم بالله انه شيء يسعدني ولا ادري كيف اوفيهم الا برد الدعاء بالدعاء. يا سلام. وكثير حلو. كثير والله يعني الناس اللي تدعي الحمد لله وندل على شيء يعني يدل على طيب قلوبهم وصفاء نيتهم. على فضل الله عليهم. اي والله على فضل الله الحمد لله والله يجملنا على على رد الجميل ذا. الله يجزاك. اي والله يستاهلون. ايضا والله اشياء ثانيه يعني في شيء في بالك ودك يتحقق؟ والله كثير ابو سي. لا طيب انا لكن هذا ابو اوضح السؤال اكثر ولعله بعد حلو هالسؤال ذا للجميع. لا هو لانه عام ف ابغاك تختار شيء معين ودك يا رب تقول يا رب ان هالشيء ذا يتحقق لي. وانت يا زياد وانت راجع شيء واحد معين تبغاه يتحقق لك طبعا غير رضا الله وغير ان الله يدخلك الجنه شيء دنيوي يعني شيء في الدنيا. ها ابلش نسمع لنا العيال على مبالغ يا اخي سالتي الغاز انا زياد. اول شيء ارجع الشيء الحاجه اللي تضايقني السؤال الثاني ممتاز انه يراودني شعور انه يراودني شعور الفقد ما تبغى تفقد احد يا اخي احس اني اصلح في المسلسلات اللي جزمها والله جد والله يراودني شعور كنك مسلسل كويتي حزين وعلى الجدار يصيح الحين لا هذه يمنعنا منها هذه اسلم اسلم يا زياد جد انه يراودني شعور الفقد حاجه اتمنى انها تصير اتمنى اني اذا طلعت من هنا إيه؟ اكون مذيع في قناه يعني اذا الله ما كتب لي رزق مع قناه بدايه نعم يكون اكون مذيع في قناه يعني رياضيه باذن الله هذا رقم واحد رقم واحد طموحك الفتره الحاليه اتمنى من الله سبحانه انه يعوضني عن والله كريم عن الاربع سنوات اللي عشتها عاطل الحمد لله مدرسه اهليه وتعرف نعم ضعف الدخل حقها فعلا لكن ما بعد الصبر الا الفرج ان شاء الله يرزق رب العالمين يا رب يرزق رب العالمين سبحانه راجع شيء واحد معين لازم واحد شيء يعني تقريبا اهم شيء لانه يعني لو نفتح الباب نتمنى كل شيء حنا يعني شيء اتمنى احصل عليه ولا اتمنى يصير اسمع ايش قال الرجال قال اتمنى انه القى لي وظيفه مذيع مقد كذا وفي قناه انا طال عمرك اتمنى اتمنى اني اوصل الى اكبر مساحه ممكن من الناس اكبر مساحه ممكن من الناس بي بكل شيء بشعرك بقصيدك بكل شيء شيلاتك بشيلات بقصيد بكلام بمحبة بابتسامة بأي شيء كان أهم شيء أني أوصل لأكبر مساحة ممكن من الناس سواء بالسعودية ولا بالخليج ولا في العالم العربي ولا الإسلام ولا العالم كله حلو احنا في النهاية ترى مسلمين واجب علينا شيء واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا توصيل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام صح ولا لا تبي تعدنا بقصيدة عن في خير طيب لو قلنا مثلا هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر توعدنا بقصيدة لهم والله أو شعيرة الأمر معروف والنهي عن المنكر بشكل عام والله العظيم إني أعتبرهم مسويين فيه جميلة والله أعتبرهم اللي الأمر بفضل عليه والله أذكر بيتين ترددت شوف سبحان الله بعض الأحيان الأبيات بعض الأبيات بيتين بس تلقى لها قبول وتنتشر انتشار فظيع أذكر هو طبعا مغني تعرفون مغني اسمه خالد عبد الرحمن طلع بيتين عن الهيئة طبعا بيتين شعر انتشرت في الجوالات تذكرها وفي المواقع بدون موسيقى وبدون ال تذكرونها يمكن يقول يا طوال يا قصار الثياب يا طوال اللحى لا تهي كذا معناها كذا لكن ليش صار لها قبول انتشرت تذكرها انتشرت فظيع لأنها كانت تتكلم عن أهل الخير وأهل الدين اللي كلنا نحبهم في الله حتى لو ما كنا منهم وحتى لو ما كنا نصل مواصيلهم الناس اللي تعمل معروف وتعمل منكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء يحشر مع من؟ مع من أحب المرء مع من أحب حتى أنا